ثوان لتطفأ شعلة، دقائق لتذبل زهرة وتفرغ فكرة، أيام تنفد فيها الطاقة. سنوات في هذا العالم، وكم سيبقى؟ فكر للحظة. واقترب الوعد الحق. ظهور الكاسيات العاريات وكثرة النساء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. رواه أحمد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، وذكر منها: وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. ومن علامات الساعة الصغرى ظهور النساء الكاسيات العاريات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وقد ظهر هذا الصنف في زماننا هذا، ويا ليت الفاجعة وقفت عند هذا الحد، بل صارت هؤلاء النساء الكاسيات العاريات يتبجحن بعريهن ويعيرن العفائف المحصنات بتسترهن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن علامات الساعة الصغرى انتشار الربا وظهور الزنا وكثرة القتل. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. رواه الطبراني. اتباع سنن الأمم الماضية. ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم، فقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. كثرة الكتابة ظهور القلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، وذكر منها ظهور القلم. رواه أحمد. الانهيار الأخلاقي. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الزنا. رواه البخاري. من أشراط اقتراب الساعة
أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. أخرجه الطبراني في الكبير. إن القيم الأخلاقية هي التي تنظم العلاقات بين الناس تنظيما مثاليا في أي مجتمع من المجتمعات، غير أن القيم الأخلاقية التي تحفظ مجتمعاتنا التي نعيش فيها في الوقت الحاضر أصبحت معرضة لتهديد حقيقي. ومن المؤثرات المهمة على الانهيار الأخلاقي الذي أصاب المجتمعات الحالية الشذوذ وتجارة الجنس والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والجرائم الجنسية والاغتصاب وارتفاع نسبة الأمراض الجنسية. ومن الأمور التي تثير الانتباه فعلا انتشار ظاهرة الشذوذ المثلي لدى الجنسين. في أيامنا هذه أصبحت هذه الظاهرة منظمة على نطاق العالم، وهناك أحزاب وجمعيات ترعاها، بل إن بعض الدول تسمح بعقد الزواج بين رجل ورجل آخر أو بين امرأة وامرأة أخرى بشكل رسمي، وهم بذلك يعلنون الحرب على المقدسات الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمعات. وهكذا فإن هذه ظاهرة عرفت في وقتنا الحاضر أوسع انتشار لها بعد مرور 14 قرناً من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث النبوية الشريفة تخبرنا أن الرضا بالمعاشرة الجنسية الشاذة على هذا النحو هو من العلامات البارزة لقيام الساعة. إن من علامات الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. أخرجه الطبراني. قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. في آخر الزمان تكون هذه السمة بارزة بين الناس، فهم يهجرون دين الله ويتركون الأخلاق القرآنية. في آخر الزمان يتعامى الناس عن آيات الله البينات، ويحكمون بغير ما أنزل الله تعالى، ويكذبون بالقدر، ويعبدون الله رياء، ويستعملون الدين لأغراضهم الشخصية، ولا يريدون بذلك وجه الله تعالى. هذه العلامات والإشارات بينها النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرناً على النحو التالي. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. رواه الطبراني. وهذه العلامة قد وقع شيء كبير منها في العصور السابقة، وهي الآن أكثر ظهورا، وكثر المغنون والمغنيات، وهم المشار إليهم في هذا الحديث بالقينات. وأعظم من ذلك استحلال كثير من الناس للمعازف. فعن أبي مالك الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة الفروج والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. وقد أضحى هذا الزمان صورة حية وشاهد صدق على صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استحلت المعازف على شأنها وارتفعت قيمتها، حتى أصبح المغنون والمغنيات عند كثير من الناس
أعظم شأنا وأرفع قدرا من الدعاة والمصلحين، واستحق هذا العصر لقب عصر الغناء بجدارة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أخرجه الترمذي. أذكار الصباح أذكار المساء. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل رواه أبو داود ومن قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه البخاري ومسلم. أذكار الصباح أذكار المساء. أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله. يقولها مئة مرة في اليوم رواه البخاري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.